الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدرس الثاني من شرح رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، رسالة نواقض الإسلام. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في المقدمات أو القواعد المتعلقة ببعض مسائل التكفير التي تكلمنا عن بعضها في الدرس الماضي، ونكمل إن شاء الله تعالى ما بقي منها في هذا الدرس. القاعدة التي تليها أو التنبيه الذي يليه ما يتعلق بالتكفير أن الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى فنسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديثه الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ثم قال: والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث، لا من هذا ولا من هذا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مدارج السالكين. التنبيه الذي يليه: لا بد من عند التكفير من التفريق بين الأعمال الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر، وبين الأعمال التي تحتمل الكفر وغيره. فالتي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر فإنه يحكم على أن الفعل كفر دون تفصيل، أما التي تحتمل الكفر وغيره فإننا لا نحكم على الفعل بأنه كفر إلا بعد الاستفصال من فاعله. قال الشافعي رحمه الله تعالى عن فعل حاطب لما كاتب المشركين، قال رحمه الله: حديث حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب قومه في مكة يخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما وضحنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح، يعني أن يكون كفرا بالله عز وجل. قال رحمه الله: كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لم يقتله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب الأم. فها هنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن فعل حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم أن هذا العمل يحتمل الكفر، يعني أنه فعل هذا لأنه على دين الشرك، ولأنه يحب دين الشرك ويفضل دين الشرك والكفر على الإسلام، ويحتمل أنه فعل ذلك لأجل أمر دنيوي، وهو من أجل حماية زوجته وأولاده الذين كانوا في مكة. فبين الشافعي رحمه الله تعالى أن ما كان من هذه الأفعال أو هذه الأقوال التي تحتمل الكفر وغيره أنه لا يحكم عليها بأنها كفر حتى يتم الاستفصال من فاعلها أو قائلها. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، قال رحمه الله: فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل، فإذا احتمل الفعل أو القول أكثر من احتمال، احتمل الكفر وغير الكفر، فإننا لا يمكن أن نقول إنه يدل على الكفر أو يحكم على أنه كفر مع وجود الاحتمال الآخر إلا بعد الاستفصال من فاعله أو قائله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، يعني ما يكون
ما لا يحتمل إلا الكفر فقط أو يحتمل الكفر وغير الكفر. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من فتح الباري. وقد طبق هذه القاعدة أهل العلم قديما وحديثا، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في الفنون: سئل أحمد بن حنبل عن رجل سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله، فقال كذبت، هل يكفر؟ فقال الإمام أحمد: لا يكفر، لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة، فكأنه قال أنت لا تشهد هذه الشهادة، كقول الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. انتهى كلامه رحمه الله. هذا لو أن إنسانا سمع مؤذنا وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله، فقال كذبت، قوله كذبت يحتمل الاحتمال الأول أنه يقصد أن الله عز وجل ليس إلها واحدا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أنه يقول أنت تكذب في هذه الشهادة، يعني أنت لا تشهد بذلك وأنك من المنافقين. فالاحتمال الأول لا شك أنه كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الاحتمال الثاني فليس بكفر، فلا يصح أن نجزم بأن هذا القول كفر حتى نستفصل من قائله. ومن ذلك أيها الإخوة والأخوات الطواف على القبور. الطواف على القبور محتمل لأمر كفري ومحتمل لغير ذلك. فإن طاف على القبر تقربا إلى الله عز وجل، يعتقد أن هذه بقعة مباركة والطواف عليها يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا لا شك أنه بدعة. أما إذا طاف على القبر يريد التقرب إلى صاحب القبر فهذا شرك أكبر وكفر أكبر بالله عز وجل. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، اللجنة العلمية للإفتاء برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قالت اللجنة: ولا يجوز الطواف بالقبور بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله تعالى. انتهت الفتوى. ومثل ذلك الذبح عند القبور، فإن الذي يذبح عند القبر إما أنه يذبح لله عز وجل تبركا بالبقعة، أو أنه يذبح لصاحب القبر، فإن كان قصده الذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل بمعنى أنه يذبح لله متبركا بالبقعة فهذه بدعة. وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في هذا بقوله: وأما الذبح الذي يوجد أثره في داخل الحجرتين فلا يخلو من أمرين، أحدهما أن يكون لله، والثاني أن يكون لصاحب القبر، فإن كان لله فهو معصية ولا يجوز، لأنه وسيلة إلى الذبح لصاحب القبر، والوسائل لها حكم الغايات في المدى، وأما إذا كان لصاحب القبر فهو شرك أكبر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه أو من مجموع فتاواه. ومثل ذلك بعض الألفاظ وبعض الأقوال المحتملة للكفر وغيره، كالذي يستهزئ بالملتزمين أو يستهزئ بالمستقيمين، فإنه قد يقصد الاستهزاء بما هم عليه من الدين فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة، وقد يقصد الاستهزاء بأشخاصهم دون النظر إلى دينهم، دون النظر إلى ما قاموا به من السنة واتباع كتاب الله عز وجل. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حكم المستهزئين بالمستقيمين، قال: ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، لكن ذلك على خطر عظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من المجموع الثمين في فتاوى ابن عثيمين. التنبيه الأخير الذي أختم به هذه التنبيهات أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بالتكفير، أن الإيمان عند أهل السنة كما هو متقرر قول وعمل واعتقاد، وكذلك الكفر عند أهل السنة يكون بالقلب
ويكون بالعمل ويكون بالنطق. فكما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فإن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. فمن كفر الاعتقاد أن يعتقد الإنسان أن للكون خالقا مع الله عز وجل. ومن كفر الألفاظ سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يكون الكفر كفر عمل، ومن ذلك الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، أي صرف العبادة لغير الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الشاهد أو المقصود أن أهل السنة يقررون أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثاني من شرح رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رسالة نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة أو عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ها هنا عدة مسائل أيها الإخوة والأخوات متعلقة بهذا الناقض، ألا وهو الناقض الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلين. الدليل الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل الثاني: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذان الدليلان أيها الإخوة والأخوات هما في تحريم الشرك. فيمكن أن يضاف إلى هذين الدليلين أدلة أخرى صريحة في أن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر، وأن صرف العبادة لغير الله عز وجل موجب للخلود في النار الذي هو من علامات الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فالله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي في عبادته وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدل على أن من عبد غير الله وقع في الشرك الأكبر، أو وقع في الشرك والعياذ بالله. فما الدليل على أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر؟ عرفنا أنه من الشرك بالله عز وجل، لكن ما الدليل على أنه شرك أكبر مخرج عن الملة؟ قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله عز وجل من صرف العبادة لغيره، سماه الله عز وجل كافرا، وهذا يدل على أنه كفر أكبر وشرك أكبر مخرج عن الملة. وقال الله عز وجل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد مع الله عز وجل إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا يدل على أن صرف العبادة غير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله، أي يعبد من دون الله، ندا دخل النار. فكل هذه الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن العبادة خاصة بالله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ودلت على أن صرف العبادة لغير الله شرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلت على أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
ومن المسائل المتعلقة بهذا الناقض قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالا على أمثلة صرف العبادة لغير الله، وهو الذبح لغير الله. والمراد بالذبح هو إراقة الدم تقربا للمذبوح له، فمن أراق الدم تقربا للمذبوح له فقد عبده، فإن فعل ذلك لله فهو عابد لله عز وجل، وإن فعل ذلك لغير الله فهو عابد لغير الله واقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك المراد به الذبح وإراقة الدم. وقال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، أي تعبد لله عز وجل بالصلاة، وتعبد لله عز وجل بالنحر لله وحده لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله وقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ويدل لذلك ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله. ومن الأمثلة على هذا الناقض صرف الدعاء لغير الله. قال الله عز وجل في بيان وجوب دعاء الله وحده لا شريك له: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعاء الله عز وجل، ويدعون غيره سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين. ويمكن أن يستدل على ذلك بقول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإن الدعاء إذا أطلق فيراد به دعاء العبادة، أي جميع أنواع العبادات، ويراد به دعاء المسألة، وهو المقصود هنا بالتمثيل. والمراد بالدعاء أيها الإخوة والأخوات هو النداء مع الطلب، النداء مع الطلب، هذا هو الدعاء المقصود هنا. فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الأربعة: الدعاء هو العبادة. يعني أعظم أنواع العبادة وأعظم أمور العبادة هو الدعاء. فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. وها هنا أيها الإخوة والأخوات تنبيه على أن من العبادات ما لا يكون أو ما لا يقع إلا على وجه واحد، على وجه التعبد. فهذا النوع لا يدخله التفصيل، وإنما يطلق أن فعل ذلك عبادة وصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. ومن أنواع ما يتعبد به لله عز وجل ما يكون قد يقع على وجه التعبد وقد يقع على غير وجه التعبد. مثال ذلك ما نحن فيه، الدعاء. الدعاء قد يكون على وجه التعبد وقد لا يكون على وجه التعبد. فمتى يكون الدعاء على وجه التعبد ومتى لا يكون على غير وجه التعبد؟ إذا تضمن الدعاء أمرا خاصا بالله عز وجل فهو عبادة، فمن صرفه لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله فوقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة، كمن يدعو أو يستغيث بالغائبين وبالأموات من دون الله عز وجل.
فإن من يدعو أو يستغيث بالأموات أو الغائبين لابد أن يتضمن ذلك أمرا خاصا بالله عز وجل فجعله في غير الله. فالذي يدعو غير الله من الغائبين والأموات لابد أن يعتقد أنهم يسمعون كل من دعاهم، ولابد أن يعتقد أنهم يجيبون كل من دعاهم، وأنهم يفعلون ذلك بمجرد إرادتهم دون فعل الأسباب المعتادة. وكل هذه الثلاث، سماع جميع المدعوين وإجابة جميع المدعوين وإجابتهم دون فعل الأسباب المعتادة، كل ذلك خاص بالله عز وجل. والذين يدعون الأموات والغائبين يعتقدون ذلك في آلهتهم ومدعويهم من دون الله عز وجل، مع أن الله عز وجل بيّن أن هذه الثلاثة الأمور خاصة بالله عز وجل. قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فبين الله عز وجل أن غيره لا يستجيب من دعاه، وقال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهؤلاء المشركون يقولون إنهم يسمعون. ثم قال الله عز وجل من باب إقامة الحجة عليهم: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سلمنا أنهم يسمعون لما استطاعوا الإجابة. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعون. وهؤلاء المشركون يقولون إنهم يسمعون ويجيبون، على خلاف كلام الله عز وجل تماما. ثم يعتقدون أنه وهو في قبره يتصرف في الكون، يرزق هذا ويشفي هذا وينقذ هذا ويساعد هذا ويغيث هذا. لذلك لا يعتقدون أنه بيخرج من قبره ويفعل الأسباب المعتادة ويعطي من طلبه عن طريق الأسباب المعتادة، كلا، وإنما يعتقدون أن مدعويهم يتصرفون في الكون دون فعل الأسباب المعتادة. والله عز وجل قال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك مثلا يصرح الجفري بأن الأولياء والصالحين يقولون للشيء يكون فيكون، والعياذ بالله. فالذين يدعون ويستغيثون بالأموات والغائبين من دون الله عز وجل لا بد أن يعتقدوا هذه الاعتقادات الباطلة. أما الدعاء الذي لا يتضمن أمرا خاصا بالله عز وجل، كمن يدعو الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يعد شركا أكبر، ولا يعد عبادة، ولا يعد فعله لغير الله من صرف العبادة لغير الله. كمن يطلب من غيره أن يعطيه مال لأنه محتاج، أو الغريق الذي في البركة يطلب من الواقف على رأس البركة أن يساعده، ومن يخاف من عدو يطلب من غيره أن يساعده على هذا العدو. كل هذا حينما يقول: يا فلان أعني، يا فلان ساعدني، يا فلان أغثني من الحي الحاضر فيما يقدر عليه غير الله عز وجل، لا يعد هذا من الشرك بالله عز وجل. وقد جاء إطلاق الدعاء لغير الله عز وجل في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نداء النبي صلى الله عليه وسلم والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو حاضر فيما يقدر عليه غير الله عز وجل، هذا لا بأس به. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. إذا طلب منك الحضور هذا دعاء، حينما تستجيب لدعائه وطلبه فإن هذا أمر مشروع، لأنه لم يتضمن أمرا خاصا بالله عز وجل. ويدخل في ذلك أيها الإخوة والأخوات الاستعانة والاستغاثة والمحبة والخوف والخشية والرجاء. فهذه الأنواع تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون خاصا بالله عز وجل إذا تضمن أمرا خاصا بالله عز وجل،
فيكون عبادة وصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج عن الملة. وإما لا يتضمن أمرا خاصا بالله عز وجل فلا يكون عبادة ولا يكون فعله لغير الله من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فيجوز محبة غير الله عز وجل ويجوز الخوف من غير الله عز وجل، الحب الطبيعي والخوف الطبيعي، ويجوز رجاء غير الله عز وجل وغير ذلك من الأمثلة التي كما تقدم تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون عبادة إذا تضمنت أمرا خاصا بالله عز وجل، ومنها ما لا يكون عبادة إذا لم يتضمن أمرا خاصا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.